دولة رئيس الوزراء قام بجولة تفقدية في بني سويف، وزار مجموعة من المنشآت الصناعية الضخمة بالمناسبة والعملاقة، وأيضا منشآت تنموية. رئيس الوزراء راح القرية التكنولوجية. أنا عايز أفهم طبيعة هذه الزيارة، نفهم مع بعض أنا وإنت طبيعة هذه الزيارة من دكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع وصناعة الإلكترونيات، وبني سويف أصبح فيها قلاع لصناعة الإلكترونيات. أهلا بك يا دكتور حسام. اهلا بحضرتك، سعيد بوجودي مع حضرتك. لا احنا اسعد ومتشرفين، ربنا يخليك يا رب. النهارده بنتكلم على زياره دوله رئيس مجلس الوزراء لبني سويف، وانا كنت بقول بني سويف اصبح فيها قلاع لصناعه الالكترونيات، صح ولا انا غلطان؟ بالظبط كده، تمام. احنا نفسنا ان مصر تبقى مصنع المنطقه للمنتجات الالكترونيه الواعده، وعلى راسها طبعا التلفزيونات اللي في بني سويف والموبايل اللي بيزيد في كل مكان في مصر حاليا. صحيح. طيب احنا يمكن انا فاكر سمعت مره كلمه من رئيس مجلس الوزراء قال احنا عاوزين نعمل جاذبيه اوسع لان احنا ندخل شركات كمان اكبر في مجال صناعه المحمول والاتصالات الى مصر. انا طبعا مش هقدر اقول اسامي الشركات، بس رئيس الوزراء اتكلم في ده. هل احنا جاهزين لو صح التعبير يا دكتور انه عندي البنية التي تسمح بوجود الشركتين الأكبر على مستوى العالم للتصنيع عندي في مصر؟ شوف حضرتك، طبعا في ضوء زيارة معالي رئيس الوزراء الأسبوع اللي فات لأحد الشركات وزيارته النهاردة لشركة تانية، احنا عندنا النهاردة في مصر اوريدي 7 مصانع موجودة. الـ7 مصانع دول ان شاء الله يمكن في خلال الشهور اللي جاية هيبقوا 9 مصانع، بالإضافة للمصنع الجديد اللي هو بيتأسس النهارده من خلال الشركه اللي معالي رئيس الوزراء ظهر. فبالتالي انا عندي النهارده هيبقى فيه 9 مصانع موجودين في محافظات مختلفه. الـ9 مصانع دول النهارده هم بيستهدفوا السوق المحلي. يعني هم شايفين طبعا ان السوق المحلي النهارده حجمه كبير، لو بنتكلم في السنه مثلا من 20 ل 24 مليون وحده، ولو بنتكلم على حوالي 3.5 مليار دولار حجم للمحمول في مصر. فهم جايين بيستهدفوا السوق المحلي بصفة أساسية وحاطين استثمارات لهذا الموضوع. يعني لو حضرتك بتقول طب أنا عايز بقى أستهدف السوق الإقليمي وأستهدف الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا، أعمل إيه؟ إحنا عايزين نمشي في السكة اللي مشيناها في موضوع التلفزيونات. النهارده زي ما حضرتك بتقول الصرح الكبير اللي موجود بيصدر يمكن بحوالي مليار دولار تلفزيونات الى المناطق المحيطه بيها. ازاي اعمل كده في مجال الهواتف المحموله؟ انا محتاج ان انا اكمل اللي بيسموه سلاسل القيمه المضافه من ناحيه سلاسل التغذيه وسلاسل الصناعات التكميليه عشان اقدر اوصل بحاجه زي كده. الدولة النهاردة عندها أدوات وعندها آليات إنها تعمل كده، زي برنامج رفض الأعباء التصديرية والبرامج المختلفة والحوافز اللي قانون الاستثمار واللي الجهات المعنية بتقدمها. فإحنا عندنا فعلا الإمكانات إن إحنا نوطن هذه الصناعة وننقل التكنولوجيا بالتركيز على إضافة مجموعة محددة واضحة من الحوافز بخطة زمنية تخلي كل زي ما حضرتك بتقول أنا عندي 4 من كبار المصنعين على مستوى العالم موجودين النهاردة. أنا عايز الأربعة دول اللي هم واخدين حصة كبيرة على مستوى العالم زي ما هم بيركزوا على السوق المحلي يركزوا على السوق الإقليمي والعالمي. يبقى لو أنا اديتهم مجموعة من الحوافز زي ما عملت في التلفزيون هقدر ببساطة شديدة إن أنا أشجعه يزود القيمة المضافة. لو قلنا ان القيمه المضافه النهارده 40%، انا عايزه يزود القيمه المضافه عشان التصنيع في مصر يكون تكلفته اقل من التصنيع خارج مصر. فبالتالي بمجموعه من الحوافز المؤقته طبقا لخطه زمنيه ممكن احقق اللي حضرتك بتتطلع عليه. طيب بما انه حضرتك من ابرز المتخصصين في ده يا دكتور حسام، هل اقدر اخاطب الشركه الامريكيه العملاقه التي يعني اللي هي معنيه بتصنيع التليفونات المحموله الذكيه والتابلتس وما الى ذلك؟ هل عندي ما استطيع مخاطبه هذه الشركه بيه؟ هي عندها مصنعها في الصين، ايه اللي يخليها تفتح مصنع في مصر؟ زي ما يعني يمكن حضرتك قلت، انا عندي ميزه مهمه جدا في مصر. اولا ان انا كموقع وكتواصل مع اسواق محيطه من خلال عدد كبير من الاتفاقيات، وعندي ميزه مهمه جدا اللي هي العماله الجيده اللي تكلفتها قليله نسبه الى بقيه دول العالم. وعندي ميزه ثانيه الحقيقه مهمه جدا الايام دي،
ان حضرتك عارف نتيجه للتوترات اللي حصلت في انحاء كثيره من العالم. أيوه. فاصبحوا عايزين يبعدوا من النموذج المركزي اللي كان مركز على دوله بعينها بيعمل فيها كل المصانع، فهم عايزين يوزعوا سلاسل التصنيع والامداد على مستوى العالم عشان يقللوا المخاطر. هيس. فما فيش مكان احسن من مصر موجود النهارده بحجم عماله عشان يقدر يوفر عماله بتكلفه قليله وبموقع في منتهى التميز، ومن ناحيه العلاقات مع الدول الافريقيه والشرق الاوسط والقرب من اوروبا وخلافه. صح. الشركه اللي حضرتك بتتكلم عليها، الشركه دي النهارده بتصنع من خلال شركه معينه، الشركه المعينه دي عندها مصانع كبيره دولتين كبار موجودين في آسيا. إن أنا النهاردة أتواصل معهم، وده تم بالفعل يعني ببعض التواصل مع هذه الشركة اللي هي بتصنع للشركة الكبيرة، نقدر برضو بمجموعة من الحوافز وبمخاطبة مباشرة زي ما بيقولوا كده وان تو وان. أيوه. إنك أنت تقدم له مجموعة من الحوافز الواضحة وبعض المزايا في رد الأعباء التصدرية وخلافه، أنا متهيألي هو مش هيلاقي أفضل من الموقع المصري ومن العدد والعمالة المصرية ومن مهاراتها إن هو يتواجد في هذه المنطقة عشان يقلل المخاطر. هو بس بيتطلب ده طبعاً زي ما حضرتك بتشوف الحراك اللي بيحصل على مستوى العالم في موضوع التصنيع، إن إحنا إن شاء الله يبقى الحراك بسرعة تتناسب مع التحركات والتغيرات اللي بتحصل حالياً. بإذن الله. أنا بشكرك جدا يا دكتور حسام، كل الشكر دكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للإبداع وصناعة الإلكترونيات.